مبادئ أساسية في النظام القانوني بدوي. هنالك قواعد ترتكز عليها حياة أهل البادية سابقا. ودي أبلش لكم بالقواعد الأساسية التي يعتمد عليها كل أهل البادية سابقا. ومن هذه القواعد سمعناها وما زال نحكيها وقتنا الحالي. القاعدة الأولى: المجالس مدارس، وبتعبير آخر أكبر دفاترة صغار. فالكبار عند البدو هم ذاكرة الصغار، وهذا يعني أن الثقافة القانونية بدوية يتلقاها الفرد في المجالس عن طريق الاستماع إلى الأقوال، إلى القصص وأحاديث الكبار بالسن. حتى إحنا لما نجلس مع الكبار في السن، لما يسولفون عن قصصهم السابقة وعن حياتهم السابقة، تحسونها تأثر في نفوسنا. فكان يسمع لكبير السن ويؤخذ منه، وأيضا كبير المركز كالشيخ ولا المختار ولا كبير القوم. فعن طريق المجالس ومجالسة كبار السن يتم تسجيل مفاهيم البادية في عقول الصغار. طبعا احنا نعرف ان المجالس فيها تدار القهوة، تعقد الجلسات والاحاديث والتعاليل سابقا على الربابة. وفي المجالس عند البدو يقول الشاعر: يا ما حلى جمعة الاجواد والراوي، بمجلس ما يقحمه كل واوي. القاعدة الاولى المجالس مدارس. نجي الان للقاعدة الثانية. يقول البدو الحقان بسوالف العربان، او بتعبير اخر سوالف العربان تغذى المعارف. المقصود هنا أن الطريق إلى الحق باتباع سوالف العربان، أي أعرافها، عاداتها، تقاليدها. ولما يقول البدو السوالف تغذي العوارف أو المعارف، أي تزيد معرفة الأفراد بهذه القوانين والأنظمة. القاعدة الرابعة يقول القاضي بدوي: حنا تبع، لا نشرع شرع ولا نفرع فرع. هذا يعني أن الأصل هو العمل بنظام وقوانين أهل البادية، أي الأعراف القضائية بدوية المتوارثة جيلا عن جيل، وتطبق هذه الأعراف في كل قضية. فالقاضي بدوي لا يستطيع أنه يبتدع أحكام من عنده أو يغير بالأحكام والقضايا. فبعض القضاة البدو كانوا إذا يصعب عليهم الحكم في قضية معينة كانوا يسألون عن مثيلتها، أي السابقة القضائية بدوية لها. استثنى من هذه القاعدة حالة التغير الاجتماعي، يعني لما يكون هنالك عرف قضائي معين وتطبيق هذا العرف قد يضر بمصلحة المجتمع بدوي، يتدخل قاضي القلطة ويدعو إلى اجتماع عام كبير لكبار القبيلة ويعرض الموضوع عليهم، ثم يصدر قرارا بتعديل ذلك العرف أو إلغائه بإجماع الكبار. القاعدة الرابعة: الفعل اللي ما عليه شهود كذبة، والولد اللي ما له أب زنوة. وهذه القاعدة تعني أن القاضي يحكم استنادا إلى بينات تقدم أمام هذه البينات بجلسة علنية وبحضور الطرفين أو ممثليهما. فإن لم ترد البينة المطلوبة فلا يستطيع القاضي أن يصدر قرارا بالإدانة. وقال والبدو: ما ينفع المفلوج كثرة الطلايب، أي أن الطرف الخاسر لا يفيده كثرة طلباته، لأن الحق بين والباطل بين. تدل هذه القاعدة باهتمام المجتمع بدوي بالأدلة والبراهين لإثبات القضايا والأحداث. وهذه القاعدة تؤكد احتكام المجتمع إلى العقل والمنطق، فلا يبنى صحيح على باطل. هذه أربع قواعد من القواعد العامة عند أهل البادية. إن شاء الله نكمل لكم باقي القواعد بالحلقات القادمة بإذن الله. أسعد الله أوقاتكم جميعا، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة. لا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب، ولا تنسوا متابعة صفحاتي على الفيسبوك والإنستغرام، ومتابعة يومياتي على سناب شات. إلى اللقاء أحبتي.